بدينا الحكاية من الأول كيف صارت. أجرك على ربي. أجرك على ربي. نهار 21 جوان 2014 صفر 8 مدينة مدنين باش تشبه باش تجيب سلعة عندها سلعة باش تجيبها فاطمة. رجعت صفاقس بدي ساعة متاع ليل هبطت هكتار في المفترق بكذيب نستنى فيها أنا باش نزل معها السلعة شيفتها هي تخدم هي وبنتي في الحانوت اللي في سلعة الاسطوم للمعرض. حال الاسطوم وقت المعرض تعرف الناس كل في بالهم بها الحكاية. هبطت أنا في بلاصة بنتي نستنى فيها بدي ساعة متاع ليل هبطت هالكار الكار الوطنية مفترق بكذيب بحث حطة البنزين وقفنا حطت سلعتها وقفت سيارة دورية تاع العدلية الجنوبية فيها زوز واحد اسمه جعفر أصمر شوية ومعه واحد آخر عون آخر أصغر منه بشوية لفت لمالي قال ليش تعمل أنا في نصف الليل قلت راني كنت جبت في سلعتي قال له أنت باين فيك سلعة قلت له حشم الراك بتحكي معي قال لي ما نحشمش يقول أكثر من هيك وتتخرى لي فيه زادت تكلمت مع ماني قالت علاش تحكي معايا هكا راني بنت فاميليا راني متربيه اش مع روحك راني سلعتي شبيك تعيب بديت تعيب قالت شبيك تحكي معايا هكا شبيك ظلت في روحك فهمت قال لها باهي بيتك تعيب قالت له هذه بيتك تعيب مدته بيتك تعيب فهمتني هبط جبدها من شعرها قال لها باهي اطلع قالت له ناحي يديك ناحي يديك وين اطلع ما نطلعش قالت له بالمصيفه تحب تطلعني فهمتني قال لها تطلع بالسيف وضربها انا فم معدتها فهمتني لين ردت الدم فهمتني هبط صاحبه على البلاصه شد ماني من يديها الولد ديها التالي وركبوها المسنود فهمتني وقعدوا حبوا يطلعوها في الكهرباء وهي تعيط فهمتني زاد ضربت في ساقها تعيط ساقي ساقي فهمتني انا لا انا واقف نقول له صلي على النبي يرحم بوك راهي طفله راهي طفله راهي معناتها صغيره مش بها طلعوني انا في بلاصتها فهمتني انت موجود حاضر انا نقول له طلعوني انا في بلاصتها ويقول لي لا برمشي روح ما عندناش حتى مشكله معها قلت لهم يا اخي انتم ما عندكم صار مشكله معها عندنا مشكله معها فهمتني وهي ما عندها حتى مشكلة معها. هذه بعد حكيت لي يماني. مشكلتها ولا متواجدة في الشارع في التوقيت هذاك. لا حكيت لي يماني حكاية أخرى. بعد حكيت لي يماني نكمل لك. هزونا شو اسمه العدلية هيك طلعونا هزونا العدلية الجنوبية. طلعوني أنا وياها. هزونا العدلية الجنوبية فهمتني. هذيك داخل تماني. طلبوا السامية هزتها. بعدك هزوا للسبيطار خلطت عليها جعفر للسبيطار. هذا فهمتني قال لك كان توصل صح في ورقة. ولا تتكلم كلمة راك لا تروح لا انت اللي معك اللي احنا ضربناك فهمتني اللي انا ضربتك فهمتني خافت مسكينة ما حبش صح حتى برقة فهمتني رجعوا العدلية وزر لي انا قال لي بيه اسمع انت ما عندك حتى مشكلة معنا لا ضربناها ولا كلمناها قلت له لا بالعكس انت ضربتها وسمعت الكلام قال لي ما دام انا ضربتها وسمعت الكلام حتى انت راك سمعت الكلام هكا هاي هكا انا سمعتك الكلام قال لي انا سمعت الكلام دالي واجبي فهمتني قال لي سمعتنا الكلام بحثوا بحثهم ورجلوا امورهم جا الاماني ما زالت كي داخل قال له صحح قلت له يا اماني ما تصححش كما تقرا البحث وقفوا ضربوني اربعه من الناس ما سميهمش انا هذيك في المركز هما منهم فيهم يخدموا في المركز فهمتني عصيروا توقفنا ليلتين عاودوا وزنوا للجيور في الجيور عاودت داخل اماني جات الحمايه غدوا الحي جات الحمايه هزتها فهمتني ورجعوا توقفنا ليلتين جيور وليله حبس معناتها هاك المشهد اللي ريتو كيفاش وقت تدخلوا في الحبس تجمو تمشوا للحبس وبنسر العوالم تاع انسان تاع الحبس والعونة اللي تبكي على خاطر اماني كيفاش شافتها والطفلة اللي هزوها زادا مع اماني زادا ملفقين لها قضية اسمها كركوانة دي من تونس تخدم في المعرض فهمني تو تسمع هي تو تجي فهمني معناتها بعد الحكاية هذه كل ما تحكمنا احنا بشهر سورسي فهمتني اماني خافت في الشر هذا ما تنجم تعمل حتى شيء تحب تشكي تحب تحير قضيتها تحب تقول لمراه سلعه اللي تهزت تحب تحكي مع هذا جعفر تقول له علاش حطمتني فهمتني تحب تظهر حقها فهمتني تحب تنحي الوسخ هذا خافت خليت لي نكمل للشر كمل للشر مشيت انا من المركز نتاع الجنوبيه تحب تسال جعفر هذا علاش عملت فيا هكا علاش انا طفله صغيره فهمتني تحطمتني صار فيها اللي صار ما نعرفش شنو اللي صار ويضربها يضربها تردوا هذه ترد في الدم بالظلمه اللي صار لها فما تقارير في السبيطار فما كل شيء حرقت روحها دور ثلاث ايام الظلمه ما عادش يعطي وين الماجستير وكيل الجمهوريه كان قاعد يعيط مدام شيديا رئيسة جمعية التأثير العمل الاجتماعي المرحومة ماني كانت عضوة معنا في الجمعية خدمة الجمعية بقلب ورب
طفلة سلوك خارقة للعادة، أخلاق، حس وطني كبير، عاونت برشا ناس، وإحنا هوني كمجتمع مدني كجمعيات نجموش حتى نتقبلوا التعازي فيها إلا ما ناخذوا لها بثارها. إحنا غدوة كمجتمع مدني وكجمعية وكأعضاء وكعباد وكعائلتها إحنا نجدوا باش ناخذوا لحقها من السلطات، ونقولوا لكل الناس اللي يسمعوا فينا واللي يراو فينا باش يجيو معنا غدا العشرة متاع الصباح كوقفة احتجاجية ردا للاعتبار الأماني. اللي بالأبيض؟ اللي بالأبيض. أنا فاطمة. بالأبيض. لا. هذا طهور متاع 15 صغيرة. عملنا طهور جمعي في 15 صغيرة. جمعية جمعية. زيد عملنا. جمعية جمعية. جمعية تأزر. سفيان ليش يقولوا ما يا ولد حقرو واحد برك احكي معاه انا نحكي مانيش ولد الخدمه تاع نحكي ولد عمي صحي صحي حط عليه انا كلمه ايش ولد عمك كل فلها راجلي ميت عنده 17 سنة. قداش عمرها هي؟ 19 سنة. اصبروا ما أخذ وله ما يبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبروا واحتسبوا. رب إن شاء الله يرزقنا وإياكم. كل شعب الحراقي شعب الحراقي حرقة شعب شعب مفكر يا قبل يوصل حرقة حرقة حرقة